أني بتابع من لحظة لحظة. آخر التطورات إن بوتين امبارح بالنهار أمر باستعداد قوة الردع النووية إن هي تستعد. الله أعلم بقى استعدت ولا ما استعدتش، يعني الشاهد من الكلام إن بوتين بيلعب بالنار. ده طبعا حاجة خطيرة جدا. أكيد ناس كتيرة جدا بيسمعوني قروا كتير عن النووي وخطورة النووي، عاوزها حرب عالمية نووية. قصة مش أوكرانيا، القصة مش إسقاط رئيس دولة ومعاه 15-20 واحد في الحكومة، لا، القصة إن بوتين عاوز يبقى قيصر العالم. بكلمكم بجد، عاوز يرجع أمجاد الاتحاد السوفيتي السابق، إن هو يسيطر على الدول اللي حواليه، وده اللي حاصل في هذه الأوقات. لصالح مين؟ الناس اللي بتموت في الشارع. لصالح مين؟ المدنيين اللي بيتقتلوا. وخلي بالك اقول لك على حاجه، الاوكران شعب طيب جدا، قوه المقاومه والجيش الاوكراني الباسل اثبتت للعالم ان هو جيش قوي. في بعض الامور بتحصل وبعض الاعلام المضلل بيقول لك احنا احتلينا المدينه كذا. اول موضوع احتلال المدن دي مش عمليه بسيطه، عشان تحتل مدينه هات لي مدينه اسمها كذا انت سميها بالنسبه للروس او بالنسبه لبوتين، انت احتلت هذه المدينة. انت ما احتلتش ولا مدينة. اولا يا جماعة، القرى اللي بيحتلها الانفصاليين دي قرى مش هتلاقي فيها بندقية، مش هتلاقي فيها طبنجة، ناس طيبين وفلاحين ما لهمش في الكلام ده، لما تخش عليهم مدرعة مش هيتكلموا ولا يفتحوا بقهم. لكن هو عاوز كيف عشان يسقط الحكومة. طب بعد ما يسقط الحكومة، قلتها قبل كده، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ طب لو انت بتعمل ده، هل المجتمع الدولي ساكت وشايفك بتعمل كل الجبروت اللي انت فيه ده وهيسمحوا لك بالكلام ده؟ لا طبعا. واحنا شفنا وكان في جلسه طارئه لمجلس الامن ومندوب اوكرانيا في الامم المتحده، الراجل قال كلمه محترمه جدا واستشهد برساله جندي وهو بيكلم والدته او والدته بتكلمه، ان لما جاله الرد من والدته كان هو مات. دي حاجه من ضمن الحاجات. جه المندوب الروسي في الامم المتحده طبعا قعد يتكلم ويقول لك ده هم اللي بيعتدوا، ده هم اللي مش عارف ايه. فطبعا المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي والعالم كله ما هو شايف بعينه، يعني هو مش محتاج ان انت تكذب هذا. هو انت حضرتك في اوكرانيا بتعمل ايه؟ هي اوكرانيا دي تبع روسيا؟ لا مش تبع روسيا، دي دوله مستقله بنفسها. طب انت سعادتك والجيش بتاعك دول بتعمل ايه داخل اوكرانيا؟ طب والناس اللي ماتوا دول والناس اللي اتدمرت حياتهم والبيوت اللي اتهدمت؟ بوتين يا جماعه ما بيضربش غير المدنيين، بوتين ما عندوش حجه للي بيعمله، بوتين مش عارف يعمل ايه. ولما اصدروا عليه عقوبات واوقعوا عليه هو شخصيا عقوبات، قعد يصرخ وبدا يهدد بالنووي. طيب احنا بنسال سؤال لناس محترمه وبتفهم، هو روسيا بس اللي فيها نووي؟ انا قلت الكلام ده قبل كده. طب ما الاتحاد الاوروبي عنده نووي، طب ما امريكا عندها نووي، هو ما فكرش ان الناس دول ممكن يردوا عليه وتبقى حرب نوويه عالميه وتباد فيها البشريه جميعا، عربي او غير عربي؟ عشان تبقى عارف، لو حصلت حرب نوويه في المنطقه، وقعت امريكا مع الاتحاد الاوروبي مع دول غير الاتحاد الاوروبي مع روسيا مع ناس بتساند روسيا، الدنيا هتبقى ملعكه، مش هيبقى في بني ادمين على وجه الارض. يعني الناس دول فعلا اثبتوا ان هم مش قاده ولا يستحقوا ان هم يمسكوا دول عريقه زي روسيا. بجد الراجل ده تحديدا، انا جمعت كل القاده ولكن انا اقصد بوتين ده. النهارده اكتر من 4000 معتقل عشان بيقولوا لا للحرب، تخيل. واول امبارح شفنا الجنود في سان بطرسبرج تقريبا بيسحلوا بنت وقلعوها البنطلون وعروها. تخيل بوتين بيعمل ايه عشان ينفذ هدف سياسي عند مع شخص بس، عشان الشخص ده قال له لا. الشخص ده لو ما كانش قال له لا كان الموضوع يبقى عادي، لكن انا لما اكون دوله مستقله ورئيس جمهوريه ودوله كبيره زي اوكرانيا وفي حجم اوكرانيا، وطبعا احنا ما بنقللش من حجم روسيا ومن قوتها العظمى، ولكن اوكرانيا بلد كبيره برضه وليها رئيس جمهوريه، وهو شايف ان مصلحته مع الاتحاد الاوروبي، لان لما كان مع روسيا اللهم صل على النبي احتلت اقليم القرم وساعدت الانفصاليين في اقليم الدنباس. يعني من هنا خراب، ومن هنا يعني الناس الدنيا هتبقى متظبطه افضل. المصلحه فين؟ هل هي مع روسيا؟ هل هي مع الاتحاد الاوروبي؟ انا من وجهه نظري شايفها مع الاتحاد الاوروبي، لاني مرات الاب صراحه ما شفناش منها الا كل غل. خدوا اراضي من البلد دي وساعدوا ناس اللي هم الانفصاليين ان هم
ينفصلوا عن شعبهم الأوكراني مش الروسي. حد هيقول لي يا عم دي المنطقة دي أو شرق أوكرانيا كله روس. يا باشا أكلمني عن التاريخ الحديث، في حدود وفي مواثيق دولية للحدود، كل من داخل هذه الحدود هو يحمل الجنسية بتاعت الأرض دي. ما تقوليش روسي، الروس بره الحدود بتاعت أوكرانيا، وإقليم الدنباس كله بما فيهم الإقليمين اللي موجودين اللي هم محتلين مؤقتا دول أوكراني مش روسي، سواء ان هم بيتكلموا اللغة الروسية او بيتكلموا اللغة الأوكرانية فهم أوكران. ليه؟ لأن اصلا الشعب الأوكراني كله من شرق وغربه كلهم بيتكلموا اللغة الروسية كأنها اللغة الأم بتاعتهم، وجزء كبير منهم بيتكلم اللغة الأوكرانية وفرضوا اللغة الأوكرانية كلغة أولى وده حقهم. ولما أحط اللغة الإنجليزية أو اللغة الروسية أو اللغة الألمانية لغة تانية دي حاجة ما تضايقش حد. أنت مالك يا عم، أنا مش عاوز اللغة الروسية في بلدي، أنا حر. بيتحججوا إن إزاي الناس مثلا الأمريكان أو الإنجليز هيفهمونا إزاي وهم بيتكلموا إنجليزي وإحنا بنتكلم روسي. ده سؤال عجيب جدا من أحد القادة الروس بيتكلم كده في التلفزيون وبيقول يعني المفروض ان اللغه الروسيه دي تبقى موجوده في اوكرانيا. موضوع كده غريب عجيب ملوش حق فيه. واستشهد ان الناس اللي هم الامريكان او الانجليز لو راحوا روسيا المفروض ان هو هيكلمهم روسي فهيفهموه، مش هيفهموه، فلازم يتعلم لهم اللغه الانجليزيه عشان يعرف يتفاهم معاه. نسي ان في مترجمين، ومعظم الناس اللي بترجم لهؤلاء الرؤساء او حتى لعيبه الكوره او ايا كان احيانا بيبقوا جايبين مغتربين من بره البلد. يعني ملوش حق، كل بلد حرة تعمل اللي هي عاوزاه، ان هي تعمل اللغة بتاعتها الروسية او الاوكرانية او الانجليزية او ايا كان اللغة، ده حق مكفول بالدستور والقانون للاوكران داخل اوكرانيا. فمحدش يملي شروطه لان اوكرانيا دولة مستقلة ما هياش تابعة للاتحاد السوفيتي. دي رقم واحد. رقم اتنين، اللي حصل من بوتين ده حرب عالمية نووية. بوتين بجد من وجهة نظري من غير ما اشتم فيه ومن غير ما اغلط فيه، انا بجد عندي علامات استفهام في عقل هذا الشخص. ليه؟ النهاردة بوتين لو هو رجل عسكري ورجل شريف، ونحن نعلم ان الناس اللي دخلوا الجيش دايما بيبقى عندهم حتة شرف بتبقى عجيبة شوية، شرف عدم الخيانة، شرف عدم كذا عدم كذا في بعض الامور. المهم الرجل ده عاوز يضرب بالنووي. طب انا بسأل سؤال، روسيا حد يختلف ان هي تاني اقوى جيش في العالم؟ لا، محدش يختلف عليها. طيب حد يختلف ان روسيا دولة عظمى؟ محدش يختلف. طيب انا لما اكون دولة عظمى وعندي جيش وحاشد اكتر من 190 جندي وظابط ومش عارف ايه، وجايب تقريبا الجيش بتاعي كله حطه على الحدود الاوكرانية الروسية، خلاص انت شطلت، مش مكفيك الصواريخ اللي بتدمر العماير بتشيلها بتنسفها من على وجه الارض، مش عاجبك دون فهتستعين بالقوة النووية؟ ولا انت عشان العقوبات والغرب اداك على عينك فانت زعلان قوي ومحروق فعاوز تدبسهم او تهددهم او مش عارف تعمل ايه؟ بص، في مثل عندنا في الصعيد او في مصر عموما، اللي بيعمل ما بيقولش. يعني الانسان اللي يقعد يتكلم كتير ويرغي كتير ويقول انا هعمل واسوي، ده تعتبره انسان تافه مش هيعمل حاجة، لاني ملهاش محل من الاعراب ان في هذا التوقيت تكلم القادة بتوعك وزير الدفاع ولا وزير الأركان فتقول له إيه؟ تقول له يلا يا حبيبي جهز قوة الردع النووي. فالراجل يروح عامل لك كده، وأنا أعتقد جواه بيقول لك أنت مجنون، أنت مش طبيعي، لأن اللي أنت بتعمله ده مستحيل بني آدم يعمله. والله أنا لو رئيس جمهورية وعندي مشاكل حربية إن كنت أنا معتدي أو إن بيعتدى عليا، ورئيس الدفاع ولا وزير الدفاع أو رئيس الأركان للجيش بتاعي بيوافقني على ان انا هقول له خلاص نحول السلاح لسلاح نووي، والله العظيم لو ما ضربني بالنار او عزلني من منصبي يبقى راجل مش محترم، لانه راجل عسكري وراجل حلف القسم وراجل شريف. الدمار ده يا جماعه مش على اوكرانيا بس، والله ما على اوكرانيا بس، الدمار ده على الناس اللي عايشه في روسيا برضو. الناس كلها هتتدمر، المنطقه كلها هتتمحي من على ظهر الدنيا، واكيد طبعا هينومنا من حب جانب في ديواننا العربي. فاللي بيحصل النهاردة يا جماعة ضد كل القوانين والأعراف. الوفد الأوكراني النهاردة في بيلاروسيا أعتقد إن هم وصلش الحاجة بجد، لأن هم فضلوا قاعدين مستنينهم كتير وموال كده، والوفد رجع وبتاع وقصة نبقى نحكي فيها بعدين. ولكن الشاهد من الكلام لا هتنفع مفاوضات ولا هينفع أي شيء، النصر هيجي من عند ربنا، وروسيا مش هتحتل أوكرانيا لأنها
بتقول احنا خدنا المدينه الفلانيه، وبعد ساعتين ثلاثه ياخدوا العلقه، صراحه بكلمكم بمنتهى الامانه، ويجروا والاوكران يحطوا العلم بتاعهم. يعني قصه مش قصه واحد يحط علم ويقول انا احتليت المكان ده، موضوع ضخم، موضوع عويص جدا، اكيد كلنا عارفين الكلام ده. دي حاجه. حاجه بقى اخيره لبعض الناس اللي هم بيحبوا قوي روسيا. حبيبي دور وفحر في التاريخ الروسي وقلتها لك، روسيا دمرت سوريا، روسيا دمرت الشيشان. مش هتكلم تاني بقى عن بقية الدول ولا افغانستان ولا اي حاجة، مش هتكلم تاني خلاص. انا قلت لك روسيا عملت ايه، ويكفيها العلقة اللي خدتها في افغانستان، ويكفيها العلقة اللي خدتها من الشيشان لولا رجوع بوتين وإقامة الحرب على الشيشانيين، وتقريبا قفل بقهم. ده اللي عمله بوتين. بوتين ايده اصلا ملوثة بالدماء. بوتين صراحة كنت انا بحترمه في يوم من الايام قبل الغزو بتاعه ده، كنت بقول عليه راجل فعلا قائد، بس دلوقتي والله العظيم نزل من نظر كل العالم بما فيهم انا، لانه فعلا مش قائد. ده لو قائد وبيخاف على شعبه والله ما يطلب هذا الطلب من وزير الدفاع الروسي بتاعه. وده نهاية الكلام. في حاجات كتيرة او احداث انا بصراحة تعبت منها ونسيت اقول لكم ان انا في اول الفيديو هسيب لكم فيديوهات ابقوا اتفرجوا عليها، اكيد طبعا انتوا اتفرجتوا عليها وركزوا فيها جدا لان هي هتهمكم. شوفوا حجم الدمار، قتل المدنيين، تخريب المعدات العسكرية لنفسه، قتل جنود وسحلهم في الشوارع، اكتر من 4500 جثة داخل اوكرانيا ده غير الاسرى. ولا انكر ان روسيا عندها اسرى اوكران، وروسيا قتلت ناس عسكريين وكثير مدنيين. أشوفكم على خير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خلي بالكم من نفسكم يا عرب. السلام عليكم.